نهاية موسم استثنائي عبرناه بنجاح رغم التحديات، ففي عالم عصفت به الأزمات كانت شجرة السدرة معطاء ومركز مناظرات قطر يانعة. انطلق الموسم باستقبال أكبر دفعة من أكاديمية النخبة، ضمت أبرز الشباب القيادي حول العالم في برنامج مميز جسد شراكات وأفكار جديدة. ومضينا في رحلة تعزيز القيم والمعرفة، فوصلنا الشرق بالغرب منجزين أول بطولة للمناظرات باللغة العربية في الولايات المتحدة الأمريكية، جمعت أكثر من 20 جامعة أمريكية في جامعة هارفارد. ومحلقين بعدها إلى القارة الأسيوية لمواصلة رحلة النجاح في بطولة آسيا الأولى للمناظرات باللغة العربية في ماليزيا. واستمرت المسيرة، فاستجبنا لنقود آفاق الحوار البناء في دافوس. أسمعنا نبض المجتمع والشباب، وبنينا جسور تواصل العقول في أرقى نماذج الحوار وأكثرها تفاعلاً، فكانت واحة الحوار أبرز محطاتنا حاضنتنا الخبراء والشباب وصناع القرار في منصة عنوانها هنا يشرق المستقبل. محلياً نظمنا دوريات المناظرات والورش التدريبية والعديد من الفعاليات التوعوية، مسيرة فقدنا فيها محطات كبيرة، لكننا شيدنا عوضاً عنها محطات أكبر. مرونة المجدد وعزيمة الطموح جعلتنا ننجز تحولاً سريعاً للنمط الجديد الذي فرضته الأزمة العالمية. لم تضعفنا الصعوبات، بل جعلتنا أقوى بتعاوننا وإيماننا برسالتنا. سدرتنا باسقة معطاءة.